أكد وزير الشؤون الخارجية الزامبي جوزيف مالانجي اليوم أن تدشين سفارة بلاده في الرباط وقنصلية لها في العيون يجسدان الاهتمام الكبير لجمهورية زامبيا بالتعاون مع المغرب، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية التي ما فتئت تتعزز. ونفى مالانجي المزاعم التي روجت لها وسائل إعلام جزائرية حول سحب القنصلية الزامبية من العيون، مؤكدا أن زامبيا دولة ذات سيادة تتواصل عبر القنوات الرسمية والحكومية ولا ترد على مزاعم يتم ترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن موقف زامبيا من قضية الصحراء المغربية ما زال ثابتا وإيجابيا بما يتوافق مع القانون الدولي ومصالح المملكة المغربية.